وزراء إسرائيليون ودبلوماسيون يضغطون على جانس لعدم تلبية دعوة ترامب لبحث صفقة القرن في واشنطن. استجابة لدعوة الصدر، مليونية تطالب بطرد القوات الأمريكية من العراق. وانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي يوقعان على اتفاق بريكزيت. السادسة بتوقيت القدس، أهلا بكم في خبر خاص لآي 24 نيوز. حث أعضاء كنيست بالإضافة إلى وزراء ودبلوماسيين سابقين حثوا زعيم تحالف كحولفان بيني جانتس على عدم تلبية دعوة البيت الأبيض لبحث صفقة القرن الثلاثاء المقبل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدعين أن هذه مناورة أخرى من ترامب ونتنياهو للتأثير على الانتخابات المقبلة وغض الطرف عن ملفات فساد نتنياهو وتحويل أنظار الناخبين إلى قضايا سياسية وعلى رأسها صفقة القرن وضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. ومن المفترض أن يناقش الكنيست طلب الحصانة الذي تقدم به نتنياهو الثلاثاء المقبل، وهو الموعد الذي حدده البيت الأبيض للقاء نتنياهو وغانتس. هذا ومن المرتقب أن يعلن غانتس مساء غد قراره بخصوص تلبية دعوة البيت الأبيض. إلى ذلك قال ترامب أنه سيكشف عن صفقة القرن قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن الثلاثاء المقبل، وقال أن رد فعل الفلسطينيين قد يكون سلبيا في البداية. ودعت واشنطن كلا من نتنياهو ومنافسه غانتس إلى البيت الأبيض للخوض في الخطة الأمريكية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. جددت السلطة الفلسطينية رفضها لخطة واشنطن المقترحة لإحلال السلام مع إسرائيل، وأكد المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية نبيلة بورديني في بيان الرفض القاطع للقرارات الأمريكية التي جرى إعلانها حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل إلى جانب جملة القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي. تخشى إسرائيل من أن تؤدي دعوة ترامب لنتنياهو وغانتس إلى البيت الأبيض وقرب الإعلان عن صفقة القرن إلى تصعيد وتوتر في القدس وفي الضفة الغربية. ترامب بيحاول يلفت انتباه العالم على هاي الصفقة عشان هو يغطي فشله في الشرق الأوسط أو يغطي فشله في إدارته اللي معرفة شديدة. إن شاء الله رب العالمين، لو إيش مكان لو يبادي الشعب الفلسطيني كله لا يمكن إنه الشيء يتم، سيأتي جيل آخر ويحرر القدس من هذه الأمة. نستطيع أن نقول وبكل ثقة أن شعبنا بمقاومته لن يسمح بتمرير أي صفقة تنقص من حقوق شعبنا الفلسطيني، وسيواصل مقاومته الشاملة حتى انتزاع كامل حريته. تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران، وقال نتنياهو أن الإيرانيين كانوا يعرفون أن قواتهم أسقطت الطائرة لكنهم تستروا على ذلك. من جهته تطرق زيلينسكي للمؤتمر العالمي للهولوكوست الذي أقيم أمس في القدس، وأكد على انفتاح بلاده على العلاقات مع إسرائيل. وصل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم اجتماعاته مع الزعماء المشاركين في المؤتمر. منذ اللحظة الأولى التي عرفت إيران أن قواتهم أسقطت طائرتكم حاولوا إخفاء ذلك، لقد أخفوا ذلك لمدة 48 ساعة قبل إجبارهم على الاعتراف بذلك. أعتقد أن هذا يقول الكثير عن ماهية هذا النظام. زار ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز مسجد عمر بن الخطاب في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، والتقى رجال الدين المسلمين. قام الأمير بجولة في كنيسة المهد برفقة رجال الدين المسيحيين وشارك في الصلوات التي أقيمت في الكنيسة. وكان باستقبال الأمير العديد من الشخصيات الفلسطينية في ساحة كنيسة المهد قبل أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس. نظم مئات الجولانيين وقفة احتجاجية رفضا لمشروع المراوح الهوائية الإسرائيلية، وقال المشاركون أن المشروع يهدف إلى سرقة واقتطاع المزيد من أراضي وممتلكات السوريين ويشكل خطر بيئي ويهدد الزراعة. ومنعت الشرطة المتظاهرين المتجمعين في وسط مجدل شمس من عبور الطريق المؤدي إلى جبل الشيخ لمنع احتكاك مع السياح. وينص المشروع على إقامة 35 مروحة فوق مساحة تعادل 4500 دنم محيطة بقرى الجولان. احتشد الآلاف من مؤيدي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في تظاهرة ضخمة للمطالبة بطرد القوات الأمريكية من العراق. وحظيت دعوة الصدر للتظاهرة المليونية التي جاءت بعد تصويت في البرلمان العراقي على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، حظيت بتأييد واسع من الفصائل الشيعية المقربة من إيران والتي تتهم بالوقوف وراء بعض أعمال العنف ضد متظاهرين. لأن الشعب رايد خروج المحتل، ولا يطيع المحتل ولا يقبل بالمحتل. هذا كشعب مظاهرة مليونية لأجل سيادة العراق ووحدته.
حث المرجع الديني الأعلى لشيعة العراق آية الله علي السيستاني حث الأحزاب السياسية في البلاد على تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن، مطالبا السلطات باحترام حق المحتجين في التعبير. وقال إن تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر طويلا عن المدة المحدد لها دستوريا. إن تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر طويلا عن المدة المحددة لها دستوريا، فمن الضروري أن يتعاون مختلف الأطراف المعنية لإنهاء هذا الملف وفق الأسس التي أشير إليها من قبل، فإنه خطوة مهمة في طريق حل الأزمة الراهنة. وقعت اليوم رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومع التوقيع رسميا على الاتفاق يحال النص إلى البرلمان الأوروبي في 29 من كانون الثاني يناير للمصادقة عليه. ومن المقرر أن يوافق دبلوماسيون من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي على الاتفاق خطيا يوم الخميس القادم، ما يضمن خروجا منظما لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا وقال وزير المالية الألماني إن بلاده لن تعاني من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما ستواجه لندن حتما عواقب من قرارها مغادرة الاتحاد. أعتقد أن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي لن يكون له تأثير كبير. المهم الآن هي الحصول على اتفاق حول العلاقات الإضافية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وسيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمملكة المتحدة. دعا نائب آدم شيف الذي يقود فريق الادعاء في قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا مجلس الشيوخ لإزاحة الرئيس من منصبه، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوثوق به وأنه سيفضل مصلحته الخاصة على مصلحة البلاد. جاءت تصريحاته بعد جلسة المحاكمة التي عرض أعضاء مجلس النواب خلالها عشرات التسجيلات المصورة والوثائق الداخلية وإفادات الشهود. ويشتبه ترامب باستغلال السلطة للضغط على أوكرانيا لمساعدته في حملة إعادة انتخابه عام 2020. أغلقت السلطات الصينية اليوم أكثر من 10 مدن واقعة في محيط مركز فيروس كورونا الذي يحصد مزيدا من القتلى عقب امتناع منظمة الصحة العالمية عذرا إعلان حالة طوارئ صحية دولية. وارتفع عدد الوفيات جراء الوباء الفيروسي في الصين إلى 25 شخصا من أصل 830 مصابة بعد أن ظهر في مدينة ووهان وسط الصين في كانون الأول ديسمبر. So what we are trying to do really is to get someone else. نحاول الحصول على بعض التحليلات لتقارير الحالة، ووفقا للأرقام التي قرأتها من السلطات الصحية الوطنية، فمنذ الليلة الماضية وحتى منتصف الليل كان هناك أكثر من 800 حالة، منها 25 حالة وفاة في الصين. إلى ذلك أرسلت تركيا مريض يشتبه في إصابته بالفيروس من ووهان إلى الصين على متن طائرة الإسعاف. أعيدت مريضة مشتبهة بالإصابة بالفيروس إلى الصين على متن طائرة بناء على طلبها ومع طاقمنا الطبي هذا الصباح. نحن نتابع عن كثب ما بين 15 إلى 20 شخصا كانوا على اتصال بالمريضة. تذكير بأهم عناوين وملفات هذا اليوم. وزراء إسرائيليون ودبلوماسيون يضغطون على غانتس لعدم تلبية دعوة ترامب لبحث صفقة القرن في واشنطن. استجابة لدعوة الصدر، مليونية تطالب بطرد القوات الأمريكية من العراق. انفصال المملكة عن الاتحاد الأوروبي، رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي يوقعان على اتفاق بريكزيت. إلى هنا نهاية الموجز من آي 24 نيوز. للمزيد من الأخبار وبرامج القناة تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وموقع آي 24 نيوز .tv باللغة العربية. نشكر لكم حسن المتابعة ونلتقي وإياكم عند رأس الساعة في الموجز القادم. كنا معكم من ميناء يافا، إلى اللقاء.